پدافنده رو کار میکنه، پدافنده هوایی داره کار میکنه. از شرق اصفهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، عدوان إسرائيلي على إيران. وإلى التفاصيل، أفادت وسائل الإعلام بسماع دوي انفجارات قرب مدار أصفهان وقاعدة خشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران. وذكرت شبكة EBC الأمريكية الإخبارية في وقت متأخر من مساء الخميس نقلا عن مصدر أمريكي أن إسرائيل استهدفت موقعا إيرانيا. وتقع العديد من المواقع النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نظنز التي تعتبر محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني. لكن CNN نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل لن تقوم بالهجوم على منشآت إيران النووية. وقالت وسائل إعلام إيرانية أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات. وقالت CNN أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني. طبعا من خلال الفيديو الذي نشرته لكم في أول هذا الفيديو ستلاحظون أنه رد إسرائيلي محدود، أن هذا الرد كان محدودا وليس كالرد الإيراني، فهو رد محدود يدل على خوف إسرائيلي من إيران ومن قدراتها الصاروخية الهائلة. طبعا هذا الهجوم حصل، يعني هو هجوم إسرائيلي حصل بالفعل، ولكن إسرائيل تتكتم أو تمتنع عن الاعتراف بهذا الهجوم لأسباب استراتيجية. يعني باختصار إسرائيل ما تشتيش توسع أن تتسع هذه الحرب، ذلك بناء على الرغبة الأمريكية. الأمريكيين اشتوها حرب ناوشت فقط، لأنهم خايفين الحرب تتوسع. تتوسع الحرب يعني الإضرار بإسرائيل بالمصالح الأمريكية في المنطقة. حيث ذكرت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية أن إسرائيل أو العدو الإسرائيلي قال أن نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية. يعني هم خايفين من المواجهة مع إيران ومن أن تتسع الحرب لتصبح حربا إقليمية، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من إسرائيل، لأن اتساع الحرب يعني الإضرار بمصالحها في المنطقة. وكذلك الحال بالنسبة لإيران التي هي الأخرى لا تريد أن تتسع هذه الحرب خشية على مصالحها أيضا. كما يدرك الأمريكيون أن الحرب مع إيران ستكون حربا صعبة جدا، لأن إيران مساحتها واسعة جدا جدا، ولديها أوراق عسكرية وسياسية مهمة لتلعب عليها في المنطقة، ولديها نفوذ واسع في المنطقة، والأهم أنها دولة قوية تعتبر من أعظم دول المنطقة، فهي تمتلك أسلحة متطورة جدا وجيش قوي، سواء من حيث العدة أو العتاد. وهذا الجيش بالطبع قادر على المواجهة جنبا إلى جنب مع بقية دول محور المقاومة ومع روسيا والصين في حال اتسعت هذه الحرب. والحرب معها ستكلف الكثير، ستكلف الأمريكيين والإسرائيليين الكثير الكثير. هذا ناهيك عن أنها
ستضر بمصالحهم في المنطقة وستضر بالوجود الإسرائيلي في المنطقة، وهذا ما لا تريده أمريكا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.